التعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير العسكري والمحلل السياسي السوري من الريحانية في تركيا الأستاذ أديب العلاوي. أهلا بكم إلى استوديو الرافدين. أستاذ أديب، كيف تقرأ الموقف الأوروبي حول الجولان بتزامن مع إعلان الاتحاد الأوروبي التأكيد وتجديده التأكيد على عدم الاعتراف في سيادة الصهاينة على مرتفعات الجولان السوري؟ أستاذ أديب تسمعني؟ تفضل تفضل. حياك الله، أهلا بكم إلى استوديو الرافدين. كيف تقرأ الموقف الأوروبي حول عدم الاعتراف وعدم قبول أوروبا الاعتراف بمرتفعات الجولان السوري أنها تابعة للكيان الصهيوني؟ تحية لكم وتحية للمشاهدين. يعني حقيقة أنا أقول بالنسبة للموقف الأوروبي لا يقدم ولا يؤخر. يعني دعنا نقول ان وقاحه ترامب الحاليه عرت المجتمع الدولي، عرت المؤسسات الدوليه، عرت الامم المتحده. يعني ما فائده هذا الموقف الذي تتخذه اوروبا الان بعد ان انقضى على يعني احتلال الجولان اكثر من 40 عاما؟ لذلك انا اقول وقاحه ترامب عرت المجتمع الدولي وعرت حتى اوروبا. نعم. طب اذا ما مصلحه اوروبا من هذا الموقف؟ يعني اوروبا مطلعتها عباره عن اذان رماد في العيون على اساس انها تقف مع القضيه الفلسطينيه، تقف مع احتلال يعني ضد احتلال الجولان وهكذا. ولكن الحقيقه يعني دعنا نقول ان الولايات المتحده الامريكيه، نحن حاليا نعيش في عصر القطب الاوحد، يعني الولايات المتحده الامريكيه هي الحاكم الوحيد في هذا العالم، وبقيه الدول ان كان اوروبا وان كان روسيا وغيرها من الدول تدور في فلك الحقيقه الولايات المتحده الامريكيه، وليس لها راي امام الولايات المتحده الامريكيه التي هي الحقيقة تستلم زمام الأمور، وخاصة عندما يكون يعني الرئيس ترامب رئيس وقع بهذا الشكل الذي يعني يتصرف بكل وقاحة أمام المجتمع الدولي كله في كافة الأصعدة. ودعني أقول أن قضية الجولان هي جزء من صفقة القرن، صحيح أنه أعلن عنها مبكرا، يعني صفقة القرن هي يعلن عنها كما قال كوشنر بعد رمضان يعني القادم، لكن الحقيقة سبق إعلان الجولان هو لصالح نتنياهو من اجل يعني الانتخابات التي يعني جرت في اسرائيل والتي فاز فيها الحقيقه نتنياهو بمساعده ترامب، من ضمن يعني دعني اقول هذا الاجراء الذي اتخذوه بشان ايران. ولذلك انا اقول هي جزء من صفقه القرن التي يعني ترامب. أستاذ أديب، يعني مثل هذه المواقف ألا تؤثر على العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية؟ كريم، عندما نقول أن الاتحاد الأوروبي يدور في فلك الولايات المتحدة الأمريكية هذا يعني أنه لا يمكن أن يؤثر على العلاقات، لأن أمريكا هي التي تفرض على العالم وليس على أوروبا فقط. ولذلك الكل كان يعني حتى بالنسبة لعقوبات إيران حاول الاتحاد الاوروبي ان يكون له موقف اتجاه ذلك، ولكن في النهايه انسحب وراء القرارات الايرانيه ومشى خلف قراراتها بالنسبه لعقوبات ايران وبالنسبه لغيرها. وبالتالي انا اقول ان حاليا نحن في عصر القطب الواحد وليس في 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 يعني بالحديث العالم حاكم سوى الولايات المتحده الامريكيه حاليا. بالحديث وبالعوده الى القطب الواحد استاذ اديب، يعني واشنطن اعلنت عن خارطه جديده للمنطقة يضم فيها الجولان أو ضم الجولان السوري إلى الكيان الصهيوني، كيف يفسر ذلك؟ هل هناك انعكاسات وفق هذا التصنيف الجديد على الأزمة السورية؟ يا سيدي الكريم، يعني دعني أقول يعني أن نحن عشنا في يعني كل هذه الفترة ونعلم حقيقة النظام، كوننا كنا جزء من 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 المنظومة العسكرية سابقا لمدة أكثر من 30 عاما، يعني منذ عام الثمانين ونحن في جيش النظام، لم يطلق النظام طلقة واحدة باتجاه إسرائيل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، حتى استراتيجية النظام المستقبلية بتحرير الجولان، يعني الجولان هو عبارة عن جماعة استخدمها حافظ الأسد وما يستخدمه هي القضية الفلسطينية مرتين. نعم. حافظ الأسد. شكرا جزيلا لك الأستاذ أديب العلاوي الخبير العسكري والمحلل السياسي السوري، كنت معنا عبر الهاتف من الريحانية السورية. شكرا جزيلا لك وعذرا على رداءة الصوت من المصدر.